السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم يا شباب آه معنا النهارده مع المحاضره المحاضره العشرة من آه كورس سي ان اي راوتينج اند سويتشنج وين اي بي ادريسنج سبنتنج ماستري بارت 4 طيب آه النهارده باذن الله تعالى هنتكلم عن ال في ال اس ام الفي ال اس ام اختصار ل فاريبل لينس سبنت ماسك فاريبل اها Uh, length سبنت ماسك uh, طيب النهارده باذن الله تعالى في الاوبجكتيفز هنتكلم عن why do we need VLSM in our daily changes uh, احنا ليه بنحتاج ال, ال VLSM في uh, التاسكات اللي بتقابل كتير من مهندسين الشبكات وهناخد استراتيجيز اوف في ال اس ام هناخد اساليب حل مسائل ال -VLSM. و, آه, في ال اس ام و المحض في الاوبجكتيف الثالث هناخد سام بي ال اس ام تشالنجز هنحل بعض الامثله او الاكزامبلز على ال في ال اس ام وفي الاخر آه, هناخد ال تشالنجينج تيست ونحل مسائله مع بعض طيب آه, نبدا بسم الله الرحمن الرحيم آه, why do we need VLSM in our daily changes? ليه بنحتاج الـ في ال اس ام؟ مبدئيا قبل ما نتكلم عن ليه بنحتاج الـ في ال اس ام، تعالوا نتكلم عن الحاجة اللي خلتنا نضطر إننا نستعمل الـ فاريبل لينز سابنت ماسك، لتس ساي إن هو إداك مثلاً أي بي 10.0.0.0 وإنت عملت له سابنت فإيه؟ جه على سلاش 27، سلاش 27، طيب 10.0.0.0. المفروض المفروض عشان اجيب السيجمنتس يعني دي يعتبر ايه اول سيجمنت في 10.000/27 10 دي اول سيجمنت طيب تاني سيجمنت المفروض تكون كام المفروض 10.0.0.32/27 الله طب اشمعنى يا باشمهندس احمد بمنتهى البساطه تعال حول سلاش 27 من ال 27 دي عباره عن ايه؟ 24 بلس 3 طيب يعني عباره عن 255 255 255 طيب ال 255 255 255 ده الايه ال 24 طيب وضفنا ثلاث وحايد في الاوكتيت الرابع من السبنت ماسك وعندك هيتبقى لك خمس زيروهات طيب الواحد ده الواحد ده قصاده كام؟ الواحد ده قصاده 32 وده يصبح ال increment بتاعي ده يصبح السيجمنت increment value بتاعي يعني انا كل segment هزود على الاكتت الرابع 32 يعني هزود على 32 دي عشان اجيب الاكتت الثالثه يبقى كام؟ ايوه 10.0.0. لا 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 المفروض يبقى 10.0.0.64 slash 27 طيب القصه هنا طب انت هنا تقول لي يا باشمهندس انت ايه انت كل اللي انت عملته انت عملت سبنتنج عملت سبنتنج زي ما خدنا المحاضره التاسعه المحاضرة اللي فاتت ولكن المشكله بتيجي كالاتي تعال نتكلم عن مثال زي ده يعني قبل ما تشوف يعني انا مش عايزك تقرا الاكزامبل دلوقتي انا عايزك تشوف مثلا رسمه زي دي انا دلوقتي مثلا شركه عندها اي بي مثلا 10.0.0.0 slash 24 وفجأه راحت ايه طلعته 10.0.0.0 slash 27 فالقصه انت مثلا النيتورك دي هتدي 10.0.0.0 slash 27 ودي معنى يعني يعني اعتبر ان هنا مفيش ايه؟ نمبر اوف هوستس اعتبر هنا مفيش نمبر اوف هوستس فانت هتعمل ايه؟ دي 10.0.0.0 و اس 27 دي 10.0.0.0 آه لا انا اسف 10.0.0.32 عش... آه... يعني هنا 10.0.0.32 سلاش 27 وده مثلا 10.0.0 ها سلاش 27 طيب ده برضو نفس الكلام هتدي هنا سيجمنت وهنا سيجمنت طب وهنا برده النتورك الابر النتورك هنا برضو سيجمنت الفكره الفكره تعالى هنا لو انت مثلا اديت للنتورك دي 10.0.0.64/27 اوكي طيب الراوتر ده هياخد اي بي مثلا بوينت ايه 0.65 الراوتر ده هياخد اي بي 0.66 انا عارف ان ممكن يكون ايه اللون ده وحش مش باين فاحنا مثلا هنختار الاسود طيب هنا 0.65 هنا 0.66 طيب وات از ذا ريست يعني فين الباقي؟ يعني انت عندك 67 افيلابل، عندك 68 افيلابل، عندك 69، كل ده إيه؟ في الايه؟ في السيجمنت دي، لان السيجمنت دي، لان السيجمنت دي الافيلابل فيها من اول 65 الى كام؟ الى كام؟ الى 5 94 لان ال 95 دي يعتبر ايه؟ ال 95 دي يعتبر بروكاست في السيجمنت اللي هي 10.0.0.64 سلاش 27، طيب فانت عندك الافيلابل اي بيز من اول 65 ل 94 لكن القصه ان انت هنا احتجت 65 و 66 بس. طيب تعالى هنا مثلا او في النتورك اللي فوق هنا هنا مثلا في 10 اجهزه هنا في خمس اجهزه في هنا في ثمان اجهزه القصه ان انت بتضيع اي بيات على الفاضي انت بتضيع يعني مثلا المثال هنا اهو

إكس 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 بالإيه؟ بالأي بي ده البيتس المناظرة طيب كل إكس عبارة عن زيرو أو واحد يعني عدد التغييرات في البيتس الهوست هنا كام؟ يعني أنا قلت إن كل بت في الأي بي لو قابل زيرو في السبنت ماسك فإن هذا البيت يعبر عن هوست بت قد يكون زيرو أور ون صح ولا لا فانت عدد التغييرات عندك هنا كام 2 باور اوف 5 ايكوالز 32 ولكن اي بي النتورك مش معايا اللي هو 0.64 واي بي ال البرودكاست مش معايا اللي هو 95 فانا الافيلبل معايا كام 32 2 ايكوالز 30 صح ولا لا دي الايه دي القصه الفكره هنا ان انا هنا محتاج اتنين بس اي بي ام بس ولكن هيتبقى لي في في البنتورك اللي هي ما بين ار 2 وار 1 بين راوتر 2 وراوتر 1 هيتبقى لي 28 اي بي هستخدمهم بين هب ضاعوا ما تقدرش تستخدم ال 28 اي بي لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا لان دول لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا لان دول سيجمنتس اوت اوف اللاندي يعني ما ينفعش مثلا ايه اللاندي دي واخده اي بي ما ينفعش مثلا لان تانيه يكون بيها جهاز واخد اي بي من اللاندي دي ما ينفعش صح ولا لا فالفي ال اس ام بيكلمك عن ازاي تعمل سبنتنج بناء بناء على النيدز بتاعت كل نتورك طيب نرجع هنا بقى هنا كاتب لك ordinary سب can be a nightmare. ممكن يكون كابوس as it wastes a lot of IPs لانها بتضيع اي بيهات كتير زي ما احنا شفنا في اللينك اللي ما بين ار1 uh, ار1 و ار2 طب تمام VLS makes subnetting fits the network needs through proper segmentation ال VLS M بيساعدني اني اقدر اعمل segmentation subnetting لل ال, ال, ال network بناءا بناءا على عدد الهوست في كل نتورك طيب uh, انا عارف ان انت ممكن uh, اللي بيسمعني يقول ا أه باشمهندس احمد انا الصراحه انت عمال تتكلم كتير وانا مش فاهم منك حاجه طيب تعالوا نشوف المثال ده المثال ده بقى ايه هيوضح الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي بيقول لك ا كمباني هاز بولت في شركه اشترت 172.15.0.0/16 بابليك ادرس أه بلوك هنا ممكن واحد يتلخبط ويقول يا باشمهندس انت ازاي بتقول لي ان ده بابليك أدريس ده ده المفروض برايفت اقول لك لا يا حبيبي لان انت كلاس بي رينجل برايفت في من 172.

يعني عندك الاي بيات من 172 172.16.0.0 اي بيات البرايفت في باب في كلاس بي ل 172.31.255255 اللي مش فاكر يراجع الفيديو رقم آه رقم سبعة طيب فالشركة اشترت بلوك public address uh, From service provider segment this Plug so it can fit the company needs using VLSM techniques دلوقتي انا عايز اعمل الاصاب نت اصاب نت الاي بي ده بناء على بطريقه الفي ال اس ام تكنيكس باستخدام الفي ال اس ام بحيث ان هو ي يفت او يناسب احتياجات الايه النتورك ديزاين اللي قدامي طيب هنبدا نحل ازاي uh, بمنتهى البساطه الاستراتيجي start submitting with the largest host number network for 20 uh, uh, 220 هوست uh, ابدا سبنيتنج بناء على عدد الهوست للنتورك ذو الرقم الاعلى من حيث الهوست اي بي عدد الهوست يعني هنا مثلا النتورك دي عايزه 30 هوست، النتورك دي عايزه 220 هوست، النتورك دي فيها 2 هوستس فيها الاي بي اللي هياخده الراوتر 2 والاي بي اللي هياخده الراوتر 1 هنا فهنا عايزين 2 اي بي وهنا عايزين 2 طيب فوق عايزين 16 طيب كلام جميل جدا ابدا اشتغل ازاي؟ قال لك اعمل بص انت عشان ما يعني ايه دماغك ما تودكش بعيد تعالى نفتح الوايت شيت وهنبدا نعمل سبمتنج انا دلوقتي عشان ايه اظبط أه... لك الدنيا ادي راوتر 1 النتورك دي عايزه 16 اي بي 16 هوست وادي هنا ده مثلا ار 1 ده ار 1 ده ار 2 انا قلت الرسمه دي عباره عن ايه؟ الرسمه دي الرسمه دي عباره عن سويتش متوصل بشويه اجهزه، طيب النتوك دي عايزه 220 هوست اهو اتش هوست والراوتر 1 رايح على راوتر 3 راوتر 3 برضو واصل بنتورك محتاج 30 هوست عايزين نتاكد كده يا شباب كده كن كنا انا غلطت في حاجه اها اللي فوق 16 اه تمام طيب الله ينور دلوقتي هنرجع تاني للوايت شيت طيب بيقول لك ابدا سب بناء ابدا من من النتورك ذو اكبر عدد من الاي بيات الهوست يعني بص على النتورك يعني بص على النتورك اللي طالبه اكبر عدد من الاي بيات اللي هي النتورك دي اللي هي متوصله بار 2 تمام عشان ابدا سب اعمل ايه انا دلوقتي خلي بالك عندي الاي بي 172.15.0.0 سلاش 16 طيب

احول ال 220 للباينري فانا هبدا من اول ايه ال 128 ما ينفعش ال 256 انا قلت ايه اختار الرقم وانت ماشي من الشمال لليمين اختار اكبر رقم لو طرحته 220 ما أدريش على سالب فطبعا 256 مش هتنفع اخش على 128 طيب انا قلت لك مش محتاج انك تحول باقي الرقم اعرف بس انت هتبدا من اني بت اللي هو رقم 128 فانا كده هاخد كام بت ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 فانا كده هاخد ايه 8 bits. عشان احول ال 220 الى باينري طيب بعدين قال لك ايه قال لك ده كلام جميل جدا يعني بما ان ال 220 دي بما انها خلي بالك دي عدد هوست تمام مش نمبر اوف نتوركس 220 عدد هوست فانا بالتالي هاخد 8 بتس بالسبنت اخليهم اصفار والباقي كله ايه وحايد يعني 255 ده الاوكتت الايه الرابع وده الاوكتت ده الاوكتت الرابع وده الاوكتت الثالث 255 والباقي كله ايه وحايد طب افرض الرقم احتاج 3 3 بت يبقى امسك من اليمين للشمال 3 اصفار لان هو خد 3 بت نمبر فوست مثلا خد 3 بت امسك 3 اصفار والباقي كله ايه هوب وحايد طيب ده كلام جميل جدا فيصبح عندي هذا السبنت ده سبنت كام سلاش 24 طيب فبالتالي النتورك دي هتاخد نكتبها بقى بايه بقلم او بكلر مختلف عشان تبدا الدنيا تبان اذا النتورك دي هتاخد 172.15.0.0/24 طيب ده كلام جميل جدا هتقول لي الله بس يا باشمهندس احنا شفنا يعني سلاش 24 ال 24 دي مش حاجة مثلا مش 23 25 26 زي اللي احنا متعودين عليها، مش مشكلة، المهم ان انت قال لك ايه؟ انا عايز 220 هوست، خلي بالك المحاضرة اللي فاتت انا قلت لو طلب منك رقم تحت بوزيشن نمبر معين، يعني انت عندك البوزيشن نمبر 64، فطلب منك رقم ما بين ما بين ال 32 ما بين ال مثلا الرقم ده اكس والرقم اكس ده أكبر من 32 وأصغر من 64. لو الرقم ده واقع ما بين ال 32 أو حتى لو يساوي 32 ااااا وأصغر من ال 64 المفروض لو أنت دلوقتي طلب عدد هوست من منك رقم إكس يعني طلب منك عدد هوست إكس والإكس دي المهم ما بين ال 32 وال 64 إذا إذا المفترض ان الـ 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 هتلاقي نفسك بتعمل سبنت والسيجمنت الواحده هتاخد منك 64 طب افرض الاكس دي كانت اصغر من 128 يعني عدد النمبر اوف اوف هوست اللي طالبها اصغر من 128 وخلي بالك وخلي بالك المفترض تكون اكبر من 64 فاذا هتلاقي نفسك بتعمل سيجمنت على 128 طب هنا 220 ال 220 مين عدد الـ مين عدد الهوست مين البوزيشن نمبر اللي بعد ال 220 هي المفروض اكبر من 128 ولا لا؟ المفروض اه طيب ايه البوزيشن نمبر ال بعد ال 128 واللي اكبر من 220 المفروض ال 256 مش 256 بنقول 128 128 256 ده كلام جميل يبقى اذا ال 220 دي لما اجي اعمل لها سبنت هتاخد هلاقي ان السيجمنت بتاخد ايه 256 اي بي طيب اي بي رقم اي بي اي بي نتورك مش معايا اي بي اي بي نتورك مش معايا واي بي برودكاست مش معايا فاذا هيصفصف معايا 254 ايه افيلابل اي بي وبالتالي هتلاقي نفسك بتعمل سبنت على 16 24 عادي جدا مش لازم تلاقي قدامك 23 بكل مره او 25 او 19 او 17, أو 17 اوكي فانت لقيت نفسك بتعمل ايه على انا بحب اسميها كده الكلين الكلين صبره ماسك لان هي سلاش 24 حاجه سهله ال 16 كلين صبره ماسك سلاش 8 ده بعتبره انا كأحمد كا... احمد رافض كلين صبره ماسك لانه سهل طيب ده كلام جميل جدا فاذا انا أوه انا مسحت الـ 220 مش مشكله هكتب ال 220 دي مره ثانيه فاذا انا أه حولت ال 220 هوست ولقيت الايه السيجمنت بتاعها فخلي بالك فخلي بالك ان انا مثلا هسمي دي نتورك سي... 1 اوكي انا قلت لك ايه خلي بالك الطريقه انا هبدا باكبر واحده ثم اللي بعدها المفروض اللي بعدها ايه خلي بالك هنا 2 طالب 2 وهنا طالب 2 طيب المفروض اللي بعدها ايه آه 30 هوست هعمل على 30 هوست خلي بالك ان نتورك 1 نتورك 1 اللي هي المتصله بالار 2 من تحت آه الاي بي بتاعها 172.15.0.0/24 طيب النتورك اللي هي 30 هوست يعني القاعدة بتقول سر يعني امشي من النتورك اللي فيها اللي طالب بيها عدد أكبر من الهوست ثم للأصغر الأصغر اللي هي 30 المفروض ال 30 هتبدأ ب 172 دوت 15 بوينت بوينت ايه بقى؟ بوينت واحد لأن أنا لما يبقى عندي سلاش 24 فالمفروض إن السبنت عبارة عن 255 تمام؟ 255 255 طيب انا عشان اجيب الانكرمنت السيجمنت دي عشان اعرف السيجمنت الثانيه طيب هعمل ايه طيب حول ال 255 كلها لوحايد فال 255 بتتحول لوحايد ادي واحد اهو ثمان وحيد. اهو وقلت لك ايه الانكرمنت هو الرقم المقابل لايه اخر واحد اللي هو ده الرقم المقابل لاخر واحد اللي هو كام المفروض واحد صح ولا لا طيب فبالتالي انا هزود واحد فوق الايه لوكتة التالت صح ولا لا لان 255 اللي فيها اخر واحد اللي هو الواحد رقم 24 في الاوكتيت التالت فانا هزود هنا واحد هزود هنا 1 على الاوكتيت الثالث فهيخلق لي السيجمنت الثانيه ولكن انا مش هعملها برده على 16 24 لان انا عملتها 16 24 هتديني 254 افيلابل اي بي وانا عايز 30 هوست بس امال ايه لازمه ال الفاريبل لين سبليت ماسك اللي هو الفي ال اس ام طيب هنبدا نعمل سبليتنج على النتورك دي طيب النتورك دي عشان اعمل لها سبليتنج حول ال 30 الى ايه حول ال 30 الى باينري طيب وبما ان بما ان احمد رافت قال لك ان طالما طالما ال30 دي اصغر من البوزيشن نمبر اللي هو 32 واكبر من البوزيشن نمبر اللي هو 16 تلاقي نفسك السبنت بتاعتك بتصفصف على 32 السيجمنت الواحده بتشيل 32 آفيل آآ آآ 32 اي بي فبالتالي لما السيجمنت بتاعتي بتشيل 32 آفيل 32 اي بي فمعناه ان السيجمنت دي, دي 27 طيب هنعرف ده ازاي انا هحول ال30 اللي مش فاهم او اللي مش مصدقني انا هحول ال30 ادي عندي واحد ادي 2 4 ادي 8 ادي 16 ادي 32 ال 30 دي هبدا من اول ال 16 صح كده خدت كام بت؟ كده المفروض خدت 1 2 3 4 5 كده خدت 5 بت ففي السبنت ماسك اكتب خمس اصفار من اليمين للشمال اياك تنسى دي من اليمين للشمال والباقي كله ايه؟ وحايد خمس اصفار وهيتبقى في الاكتوبر الرابع قد ايه؟ ثلاث وحايد صح ولا لا؟ وبعدين الاوكتيت الثالث 255 لان كله هيتملي وحاد بعدها بقى على طول 255 طيب ال الواحد ده مقابله الانكريمنت كام اللي هو 32 صح ولا لا طيب ده كلام جميل جدا فبالتالي فبالتالي بما ان انا حولت ال 30 دي ال 30 دي خلتني احط كام س... كام واحد عندي ادي 24 ادي 8 و8 16 و8 24 و3 27 يبقى السيجمنت الثانيه للنتورك دي اللي هي نتورك 2 هت... هتبقى 172.15.1.0 سلاش ها سلاش كام سلاش آه، 27 طيب خلي بالك خلي بالك ان السيجمنت الثالثه اللي هي النتورك اللي فوق لان دي 16 بعد ال 30 تمام كده النتورك الثالثه هتبقى 172.15.1. كام شوف, ال... شوف شوف الس... ال... اتنين. شوف السيجمنت 2 شوف الانكريمنت بتاعها كام 32 صح يبقى النتورك دي هتبدا من 172.15.1.32 سلاش ولكن انا ما اعرفش السلاش كام طب عشان اعرف السلاش حول ال16 الى الى باينري ولكن الملحوظه قلت لك ان طالما اداك عدد هوست يساوي بوزيشن نمبر اللي هو 16 او اصغر منه بواحد يعني مديك 15 اجمع بلس 2 اجمع على 16 دي 18 تمام كده واعمل سبنت على ال 18 طيب آه طبعا لان انا لو عملت على ال 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 16 ف 16 آه هتديني آه لا 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 انا تقريبا غلطت في الحته دي بصوا يا شباب لو ادك 16 اعمل سبنت عادي ولكن لو ادك بوزيشن نمبر اصغر منه بواحد ادك بوزيشن نمبر اصغر منه بواحد يعني مثلا ادك 15 ادك 31 اجمع اجمع عليه 2 اجمع عليه 2 واضح كده طيب اجمع عليه 2 او او اجمع عليه 1 المهم ان انت لما تجمع عليه 2 او تجمع عليه 1 اللي ادانا مثلا لو طلب مني 15 15 ايه هوست انا ليه لازم اجمع عليه واحد طب تعالى هو طلب منك 15 ابيلابل اي بي صح طيب 15 ابيلابل اي بي ان انا هبدا من اول الثمانيه فانا هاخد اربع تصفار تمام طيب وبعدين اربع وحايد الواحد ده الواحد ده الانكرمنت بتاعه كام الانكرمنت بتاعه او بلاش بلاش دي عدد الهوست معايا كام 2 اس كام 2 اس 4 2 اس 4 بيساوي كام 16 ولكن قلت لك عدد الهوست بيساوي 2 اس 4 يعني برضو ايه انا عشان الناس ما تتلخبطش نمسح دي دي ملحوظه مهمه جدا ان انا يعني ايه لو اداني 15 لو انا حق... ال 15 دي هتحتاج مني 4 بت فانا ادي 0 0 0 0 وبعدين اربع واحد انا ده في السبنت ماسك طيب عدد الهوست 2 اس عدد الاصفار اللي, اللي هي اكس اللي هي عدد الاصفار اللي هي 4 ماينس 2 صح؟ دي هتديني كام؟ 2 اس 4 ب 16 ناقص 2 14 فخلي بالك ان انت لو عملت سبنت على ال 15 هوست هتديك 14 افيلابل اي بي في السيجمنت واخد بالك؟ فانت بالتالي لازم تزود على الخمسه 15 واحد يعني أنا قلت في تقريبًا في المحاضرة اللي فاتت زود 2 بس لا زود 1 أو 2 مش مشكلة، المهم أنت تزود رقم بحيث إن أنت تاخد زيرو كمان، يعني أنت لو زودت 1 هي ال 15 دي هتبقى 16، فأنت ال 16 هتاخد كام؟ 5 بت، فأنت هتحتاج خمس خمس أصفار، واضح كده؟ حتى لو زودت 2 هتاخد برضه نفس الإيه؟ الإيه؟ ال 5 بت، المهم إن أنت هتلاقي عندك إن هتبقى 2 أُس 5 ناقص 2 هتديك كام؟ 30، فدي أوكي أفيلابل معايا، طيب نرجع للموضوع بتاعنا انا ما اعرفش ال 16 دي ال 16 دي هحولها دلوقتي ل اي بي الباينري فانا هاخد ها هبدا من اول ال 16 احطها تحتها واحد والباقي كله سبار طب كده خد مني كام اي كام بت او كام بت بالباينري ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه اربعه ادي خمسه فانا هحول خمسه سبار خمسه سبار طيب ده نفس الكلام اوكي تمام فانا كده بقى عندي كام سلاش 27 ده 27 واحد فالسيجمنت الثالثه هتبقى سلاش 27 طيب اروح للنتورك اللي هي دي طيب هو طالب مني كام طالب مني اتنين هنا يعني انا هنا عندي تو هوست او تو افيلابل اي بيز انا محتاجهم فانا هحول من اول الاثنين انا كده خدت معايا كام آه كام آه كام باينري انا كده خدت معايا كام باينري بت كده خدت الاثنين والواحد كده خدت تو بيتس فيبقى الصفرين هخلي صفرين والباقي ايه وحايد انا بتكلم هنا النتورك اللي هي خليها هنا الرابعة وهنا النتورك الخمسة طيب فانا خدت ايه انا خدت هنا صفرين لان انا عشان احول الاتنين دي الاتنين uh, هنا تو اه تو افيلابل هوست فالاتنين هنا احط واحد تحت الاتنين يبقى كده صفرين احتاج يعني احتاج تو بيتس uh, للهوست فاخلي هنا صفرين تمام فده هيبقى سلاش كام بقى يا شباب ده هيبقى سلاش 30 تمام خلي بالك ان سلاش 30 بيديك اربع اي بيهات او 2 اس عدد الاي ال اسبار اللي هي 2 اللي هي بتساوي اربعه ولكن بي اي بي هن مش معايا البرودكاست والنتورك فبقى لي هنا تو افيلبل اي بيز هدي الراوتر ده اي بي والراوتر تو اي بي راوتر 1 اي بي تمام فبالتالي السيجمنت دي هتبقى كام 172.15.1. اجمع ال 32 دي جيب الانكرمنت بتاعها كام 32 سلاش ال 27 انكرمنت بتاع 32 فهرج فهجمع 32 على 32 دينا 64 ولكن هتبقى سلاش 30 طيب السيجمنت الخمسه والاخيره اللي هي دي برضو هتبقى 172 دوت 15 بوينت ها 68 لان السلاش 30 الانكرمنت بتاعها كام؟ الانكرمنت بتاعها 4 اللي هو الرقم المقابل لاخر واحد اللي هو ايه؟ اللي هو مش السته اللي هو الاربعه صح كده؟ وده يبقى دي النتورك اللي هي نتورك 1 اللي هي هنا 172.15.0.0/24 طيب النتورك دي بما انها محتاجه 30 هوست فانا جبت اوريدي خلي بالك ان انا طالما انا جبت سيجمنت 1 والسلاش بتاعها السبنت بتاعها فانا عرفت سيجمنت 2 اوكي انا عرفت سيجمنت 2 ولكن انا ما اعرفش هي سلاش كام فانا هحول انا هحول الرقم بتاع الهوست لباينري واشوف كام بت زيروهات هياخدوا مثلا ال 30 دي هي يعني هياخد خمس اصفار وهيتبقى كام واحد؟ هيبقى عندي كام واحد؟ هيبقى عندي سبعة 27 واحد طيب برضو هكذا في السيجمنت الثالثه حولت ال 16 لباينري وبالتالي انا عرفت انا محتاج خمس اصفار عشان احول ل 16 فبقيت خمس اصفار والباقي كام واحد؟ 27 واحد تمام؟ آه وخلي بالك برضو انا هجمع ايه عشان سيجمنت 3 انا اوريدي برضو عارف سيجمنت 3 هتبقى 172 172 15.1.1.32 ولكن انا ما اعرفش السلاش كام اللي هي بتاعت 16 فانا ما حولت 16 لباين عرفت السلاش بتاعها طيب بالتالي برضو ال 32 هجمع عليها برضو ايه 32 كمان ولكن انا ما اعرفش السلاش كام اللي هي في النتورك دي آه طبعا لما حولت الاثنين لاثنين آه لباينري فانا لقيت اللي هي تجيب لي هتجيب لي على سلاش 30 وكذلك اللي هي نتورك 5 172.15.1.68 سلاش 30 آه انا عارف انا عارف ممكن الناس تقول عليا ايه آه باش مهندس انت آه انا مش فاهم او انت شكلك بتمشي بسرعه فانا انا عامل حسابي على كل ده ان شاء الله باذن الله تعالى هناخد امثله هتفهمنا الدنيا ماشيه ازاي طيب الإستراتيجي الإستراتيجيز أوف VLSM start submitting with the largest host number network for uh, uh, 220 هوست اللي هي 172.15.0.0/24 دي عملتها عملت لها سبنت وجات لي على 172.15.00/24 continue سبنتنج to the coming lower host number network اللي هي 30 وال 30 بقت 172.15.1.0 يا شباب أنا عشان هفهمكم القصة، أنا عشان هفهمكم القصة، أنا النتورك اللي هي بتاخد 220، أنا قلت لك ابدأ بالكبير للصغير، أنا 220، ال 220 لقيتها هتبقى 172 دوت طيب، إيه اللي بعدها على طول؟ ال 30 صح؟ على طول أوتوماتيك قول إن ال 30 هتبقى 172 .1 زود الإنكرمنت بتاع سلاش 24 زود الانكرمنت بتاعه اللي هو واحد. دوت زيرو سلاش كام انا ما اعرفش بقى انا كده جبت عنوان النتورك اي بي بتاع النتورك دي ولكن انا ما اعرفش هي هتبقى سبنت كام فحول ال 30 عشان تجيب السبنت هتلاقيها 27 لان ال 30 هتتحول هتحتاج خمس ايه 5 بت ال 5 بت دول هيخصموا من السبنت ماسك خمس اصفار فهيتبقى كام واحد؟ 27 27 واحد وكذلك النتورك بتاعت ال 16 وكذلك الايه الوان لينكس اللي هي ما بين ار 1 وار 2 وما بين ار 1 وار 3 فدي الايه القصه فبالتالي انا مثلا ال 16 هنا برده 172 دوت 15 انا ع... انا 16 دي خلاص انا عارف ال 16 هتبقى 0.1 0.32 بوينت 32 32 لان السيجمنت دي لان السيجمنت دي طالما هي 27 فالمفروض ان الانكرمنت بتاعها 32 طب وطالما ال 16 هتحتاج 5 بتس عشان تتحول لباينري فبالتالي انا هحول فانا بالتالي هحتاج 5 بت بالسبار في ماسك فهيبقى لي سلاش 27 و... سلاش 27 طيب ماشي هخش في لينك الوان لينك برضو هيبقى 15.1.64 ولكن انا معرفش سلاش كام اما احول الوان لينك لان الوان لينك هحتاج بس تو افيلبل اي بيز فانا هحول الى سلاش 30 هتبقى سلاش 30 وكذلك الوان لينك الثاني اللي بين ار1 وار3 باعتبار ان اللي فوق ده ار1 وار2 فده الوان لينك ما بين ار2 وار1 وار3 .1 ها اجمع 68 سلاش 30 ده الـ (Variable Subnet ده حل الـ (Example 1) طيب تعالوا نخش في الاكزامبلز بقى اللي بعدها اه طبعا ده الاستراتيجيز تكمله السلايد بتاعت الاستراتيجست في ال اس ام دي الحل بقى ده الحل جايب لك مثلا هنا النتورك اي بي 172.15.0.0 24 البرودكاست بتاعتها 172.15.0.255 الافيلابل اي بي 172.15.0.1 ذا لاست 172.15.0.254 طيب النتورك دي السيجمنت الثانية اللي هي للس... اللي هي ال 30 هوست وعشرين. 27 اشمعنى ابتديت من الواحد؟ انا قلت لك اجمع طالما انت عندك سيجمنت واحد اهي وعندك السببت بتاعها اجمع عليها واحد عشان تجيب سيجمنت الثانية عشان تجيب سيجمنت الثانية ده أول سبب ده يعني ايه أنا بقول لك ايه ده تكنيك ده إيه تحل بيه اللي انت ايه ادي سيجمنت مثلا عايز تجيب سيجمنت 2 شوف الانكريمنت بتاع سيجمنت 1 واجمعه على الاوكتت اللي فيه الرقم المقابل لاخر واحد في السابلت ماسك اللي هو مثلا هنا 255 255 255 دي اخر ايه دوت زيرو فال 255 الثالثه دي اللي في الاوكتت الثالث فيها فعلا اخر واحد ولا لا شوف الرقم المقابل ليه اخر واحد مقابل قصاده ايه؟ واحد بوزيشن نمبر فانا هجمع على الاوكتت الثالث ده واحد وهكذا طب ده سبب تكنيك انا قلته لك سببه ايه سببه ان انا بمنتهى البساطه ان النتورك مثلا ان السيجمنت الاولانيه بتنتهي لحد كام 172.15.0.255 آه اللي برودكاست اخر اي بي في السيجمنت دي طيب المفروض الاي بي اللي بعده اللي هيكون بدايه بدايه السيجمنت الثانيه هيكون كام مش المفروض 172.15.1 صح ولا لا طيب البرودكاست ب... البرودكاست طبعا بتاعته 30 31 طيب تعالى مثلا لل 64 سلاش 30 اشمعنى بقت 64 لان السيجمنت اللي قبلها اللي هي 172 دوت 15 دوت 1 دوت 32 سلاش 27, .27 .2. البرودكاست اي بي اللي هي اخر اي بي في السيجمنت دي 172 دوت 15 دوت 1 دوت 63 فما عليه واحد هيديني اول اي بي في سيجمنت 4 آه وهكذا وايه وهكذا طيب في سؤال هنا ممكن يتقال لي طب اشمعنى انا ببدا من الكبير للصغير؟ طب اشمعنى ما ابداش من الصغير؟ بمنتهى البساطه تعالى مثلا نبدا على آه اللي هو آه سلاش 30 آه لا انا هو النتورك مثلا اللي هي آه فيها 30 محتاجه 30 هوست انا هبدا منها مثلا مش هبدا من 220 طيب لو انا بدات بال 30 هوست فانا هبقى عندي 100 72 دوت تخ... واعتبر دي مش موجوده اوكي اعتبر دي مش موجوده فنقدم 172 دوت 15 دوت 0 دوت 0 سلاش كام 27 صح طب ده كلام جميل جدا ال 220 هوست دي اما اجي اعمل لها سب هحتاج ه... هكتشف ان هي هتبقى على س... سلاش كام على سلاش كام 24 طيب على سلاش 24 طب هكتب هنا كام المفروض هكتب 172 دوت 15 ولكن كام ولكن كام ما ينفعش ما ينفعش تقول لي اجمع ال 32 على الاوكته الرابع فانا بقى كده جبت ايه تاني سيجمنت اللي هي ال دي؟ لا لا لان الت... لان التكنيك اللي انا قلتهولك اجمع السيجمنت لو انت عايز تجيب سيجمنت 2 اجمع الاكريمنت على سيجمنت 1 تجيب لك سيجمنت 2 حول الهوست الى باينري عشان تجيب السلاش طيب او عشان تجيب السبنت طيب هنا ما ينفعش الطريقه دي ليه؟ لان سلاش 24 ما ينفعش اقول لا 0.32 ده ده كده بقى مش عنوان نتورك ده عنوان اي بي واخد بالك؟ لان ال... 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 يبقى لان ساعتها هبدا هحتاج ابدا من اول كام؟ هحتاج ابدا ممكن امسح بدل ما اقعد كده لان هحتاج ابدا من اول واحد دوت زيرو. اوكي فكده بدات نتورك جديده لكن اصل خلي بالكو ال وعشرين دي يعتبر،, يعتبر يعتبر يعني خدت آه كام المفروض 32 في 8 يبقى المفروض اه 256 اللي لو انا بتكلم على سلاش 27 معناه ان اللي هو ربع 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 السبنة ماسك اللي هو سلاش 24 واخد بالك؟ تمام؟ يعني انا مثلا سلاش 27 دي يعتبر ربع ال 24 تمام؟ طيب انا بمنتهى البساطه طالما انا ده مثلا بلوك الايه؟ لا ده ال 32 يعتبر ثمن ال 24 مش ربعه. آه، مثلا انا قسمته آه ااها ادي 1 2 ادي 6 تمام وادي 8 تمام كده طيب ده لو انا قلت زيرو يعني انا خلي بالكم الرقم اللي انا هكتبه هنا ده الاوكتت الرابع اللي انا هكتبه هنا ده الاوكتت الايه الرابع هنا طيب زيرو صح ادي 32 طيب دي بدايه السيجمنت لو انا بتكلم على 27 ادي زيرو ادي اول سيجمنت ثاني سيجمنت المفروض تكون كام 32 ثالث سيجمنت المفروض تكون كام 64 طب السيجمنت اللي بعدها المفروض تكون كام 96 طب السيجمنت اللي بعدها المفروض تكون كام

صح ولا لا بصوا ادي دي لو انا لو انا عملت نتورك بصوا سيبكم القصه دي كلها انا عايز افهمك انا ليه قلت ال 26 دي يعتبر ربع ال 16 24 لان انا من اول زيرو خلي بالك بص بقى ده بقى السحر بتاع السبميتنج انا عندي اي بي الاوكتت الر... عندي اي بي الاوكتت الرابع بتاعه بيبدا المفروض من زيرو ينتهي لكام هو انا لو جمعت ال 24 دي 224 لو جمعت على 32 تديني 256 صح صح ولا لا

سلاش 27 ده ده لو جمعت ال 224 على ايه؟ ال 32 اوكي؟ القصه اللي انا عايز افهمهولك ان انا طالما انا قلت السيجمنت دي هتبقى 172 دوت 15 دوت 0.0 سلاش 27 فانا كاني وقفت خدت الحته دي بس. خدت الحته دي بس اوكي؟ وما ينفعش ابدا سلاش 24 الا اني افتح حته جديده. واقسمها برده واخدين بالكم يعني انا لو اعتبرت ان ده ساندوتش اوكي؟ فانا ما ينفعش هبدا بحته من الساندوتش في اول سيجمنت تمام ده لو بداته بالصغير تمام طيب وتاني سيجمنت وتاني سيجمنت ما ينفعش حته من الساندوتش وايه وبعدين الساندوتش كله لا انا ساعتها حته من الساندوتش هتتحط على حته من الساندوتش حته من الساندوتش حته من الساندوتش هتعمل ساندوتش كبير وبعدين هبدا الساندوتش الثاني وبعدين ابدا الساندوتش الثالث هو انت ينفع هو انت ينفع يبقى قصادك مثلا ايه ساندوتش كبير وايه وحته صغيره تمام طيب انت المفروض المفترض المفترض انت هتاكل ايه الاول يعني انت المفروض هتاكل ايه الاول انا انا لو انا لو مكانك انا لو مكانك لا هاكل الكبير تمام وبعدين ايه هاكل الصغير فالمهم ان انا ما ينفعش السلاش 27 دي ابدا ب 172.15.0.0 المفروض هبدا بعدها بايه 172.15.1.0 طب الاي بيات اللي من اول خلي بالك خلي بالك السيجمنت دي نهايتها كام السيجمنت الاولانيه دي نهايتها 172 يعني البرودكاست بتاعتها مثلا 15 دوت كام دوت 31 طيب انا عندي من اول 32 الى 255 اي بي مش مستعمل واضح لان انا هبدا الايه النتورك اللي بعدها من اول واحد دوت فده مش مستعمل واخد بالك فانا لو بدات من الصغير ينفع ولكن انا هضيع اي لو بدات بالصغير ثم الكبير انا هضيع اي واخد بالك يعني اتمنى الموضوع ده يكون ايه مفهوم ويعني ايه انا مستني ايه ملاحظاتكم برضو ومناقشاتكم في ال يعني لو في حاجه مش فاهمينها فاحنا مع بعض على ايه آه على الجروب ان شاء الله فدايما ابدا من الكبير فالاصغر مش العكس طيب آه نبدا ببعض الامثله بيقول لك كمباني آه، هاز بوت 11.0.0/22 خلي بالك اشترت بلوك اي بيات سلاش 22 بابليك ادريس بروموس سيرفر ماشي بيقول لك قسم البلوك كده عشان ي... يناسب آه يناسب احتياجات الشركه بناء على في ال قال لك بقى ان اول نتورك عايزه 35 هوست ثاني نتورك عايزه 100 هوست ان اديشن تو 3 وين لينكس يعني هم عندهم 5 نتورك اتنين نتورك واحد واحد عايز 35 هوست الثاني عايز 100 هوست وال وعندهم تلاتة وان لينك طيب انا هبدا بايه بتحويل اللي هعمل سبنتنج على النتورك اللي هي ذو العدد الاكبر من الهوست اللي هي النتورك الثانيه اللي هي 100 هوست طيب خلي بالك ان انت عندك نتورك واحد عايزه كام 200 لا عايزه 100 هوست نتورك واحد دي عايزه 100 هوست نتورك 2 عايزه 35 هوست وعندك نتورك 3 ده وان لينك عايز 2 و4 ده وان لينك عايز 2 و5 ده وان لينك عايز 2 طيب هبدا بال100 ال100 المية دي ال100 دي عشان احولها عشان اعمل سبليتنج على ال 100 هوست عايز اعمل سيجمنتيشن بحيث السيجمنت تاخد 100 هوست تمام كده المفروض اول نتورك اللي هي النتورك دي الاي بي بتاعها هيبقى كام هو المفروض قال لك المفروض قال لك أه لو انا عملت كده المفروض 11.0.0 طيب 11.0.0.0 خلي بالك اللي هو قال لك سلاش 22 يعني الشركه يعني السيرفس بروفايدر قال للشركه ان اول 22 بت في الاي بي ما تغيرش فيهم حاجه فالشركه معاها كام بت متبقي ليها؟ معاها من اول معاها 10 بت لإن أنا كل الأي بي كله 32 بت منه 22 بت ده جاي من السيرفس بروفايدر السيرفس بروفايدر بيقول للكمباني ما تغيريش فيه حاجة ولكن أنت معاكي 10 بت غيري فيه زي ما أنت عايزة طيب آه أنا الأي بي عندي 11.0 أكتبه هنا 0.0 22 طيب ال 100 دي عشان أح... دي 100 هوست عشان أحولها ودي 35 هوست دي 2 هوست أهو عشان نفتكر أحولها هبدأ من أول كام؟ أبدأ من أول انا عايز احول بسرعه بقى عايزك تعود على التحويل بسرعه بمجرد النظر ال100 دي عشان تتحول فهبدا من اول ايه ال64 يعني انا خدت كام بت خدت 7 بت يعني انا هحتاج 7 اصفار في الـ في الايه في السبنت في السبنت ماسك طيب 32, سبعة صفار 32 7 اصفار في السبنت ماسك 32 ناقص 7 كام المفروض 25 صح ولا لا لو انا قلت لك ان خدت 7 7 بت اصفار اهو آه آه فيبقى لك هنا في الاوكتت الرابع كام واحد صح وحول الباقي كله حي طيب ف ف فالتكنيك السريع انك تحول اي حاجه بناء على اي نتورك تعمل اي سبميتنج على نتورك ليها نمبر اوف هوست حول الهوست وشوف هو هياخد كام بت واطرح البت ده عشان تجيب السبنت سلاش كام واطرح البت نمبر اوف بتس يعني مثلا ال 100 دي خدت 5 بت اطرح 5 بت من ال 32 هيتبقى لك كام؟ 25 وهكذا لكن هي خدت طبعا 7 بت ال 100 دي عشان تتحول خدت من اول ال 64 يعني انا ال 100 دي عشان تتحول ادي 1 ادي 2 ادي 4 ادي 8 ادي 16 ادي 32 ادي 64 فانا هحط واحد هنا واشوف هو خد كام واحد خد سبعه وحيد. سبعه وواحد سبعه وواحد يعني انا احتاجت س... لا انا اسف خدت 7 بتس فانا كده هحتاج 7 بتس في السبنت ماسك عباره عن زيرو تمام يعني المفروض السلاش ده يكون كام؟ المفروض السلاش ده يكون 32 ماينس ماينس 7 المهم المفروض 25 طيب دي النيتورك الأولانية طيب النيتورك الثانية هي المفروض 11.0.0. كام الانكريمنت بتاع 25 ده كام؟ المفروض الرقم البوزيشن نمبر مقابل لأكبر واحد أو لآخر واحد اللي هو الواحد رقم 25 اللي هو 128 تمام؟ فالسجمنت دي المفروض هتبقى 128 ولكن هي هتبقى سلاش كام؟ حول ال 35 إلى باينري شوف هتاخد كام بت واطرح عدد البيتس دي من ال 32 طيب 35 يعني هبدا من اول كام هبدا من اول ال 32 يعني انا خدت 6 بت هطرح 32 ناقص 6 هتديني كام المفروض هتديني 26 طيب بصوا بقى ده التكنيك الايه السريع في حل السبميتنج طيب ال ال التو نتوركس دول ده بمنتهى البساطه بص بقى اي حاجه وان لينك دايما سلاش 30 تمام فسيجمنت 3 هجمع الانكرمنت بتاع سيجمنت 2 عشان يدي على الاكتت الرابع عشان يديني سيجمنت 3 فالمفروض 128 هجمع عليها الانكرمنت بتاعها كام؟ ال 26 دي دايما الانكرمنت بتاعها لو انت عملت وحايد حولت ال 26 دي ل 26 واحد هتلاقي ان اخر واحد مقابله 64 فال 128 تتجمع على 64 هتبقى 192 فده يبقى سلاش 30 والسيجمنت الرابعه او النتورك 4 ده هيبقى اجمع هنا بقى ايه 4 كمان يبقى 196 والنتورك ال 5 هتبقى 11.0.0.200 سلاش 30 طيب فده حل اول آآ حول آآ حل اول اكزامبل طيب نخش في المساله الثانيه آه بيقول لك انا عندي 197.0.0.0/25 خلي بالك ان هنا اداك 22 وهنا اداك 25 انت حسيت بحاجه انت حسيت بحاجه وانت بت بتشتغل ما حسيتش باي حاجه خلي بالك ان هنا مثلا انا لو انا جيت عملت مثلا سبنتنج قال لك بناء يعني انا عايز اعمل سبنتنج على الاي بي ده وعندي مثلا 20 نتورك 20 نتورك يعني انت هتاخد من اول ال16 يعني انت المفروض هتاخد 4 بيتس هتخلي 4 بيتس وحايد واخدين بالكم تمام فانا هزود على ال 22 دي 4 فهتنط لايه؟ لسلاش 26 فاول نتورك هتبدا معايا ب 11.00.00.00 تمام؟ سلاش 26 تمام؟ آه طبعا انا قلت لو هو عايز ايه؟ 16 آه 16 آه نتورك ولا 20 نتورك؟ لا يعني انا هفترض ان هو مثلا عايز 20 نتورك طيب فال 20 نتورك دي يعني انا هاخد انا عندي 1 2 4 8 16 اه المفروض هاخد 5 آه بت 5 بت هجمع ال 5 بت على 22 دي هتديني مش 26 تديني 27 تمام كده؟ طيب ااا آه فانا رفعت من ال 22 لايه؟ ل 27 طيب عدد النتوركس اللي تقدر تعملها قد ايه؟ ها؟ عدد النتوركس اللي تقدر تعملها قد ايه؟ 2 قص عدد الوحايد المضافه انا ضفت كام واحد؟ انا ضفت خمس وحيد يبقى 2 قص 5 بيساوي كام؟ بيساوي آه 32. أه لا اه ده بيساوي 32 بيساوي 32 طيب ف يعني اداك سلاش 22 اداك سلاش 8 مش هتفرق معاك في شغل السبمتنج طيب أه بيقول لك بقى شركه عندها 197.0.0.0.0.0. سلاش 25 أه انا قلت لكم اي يعني اي حاجه 25 26 27 19 اي حاجه كلاس ليس مش هتفرق معانا في الحل بيقول لك ان انا عندي اول نتورك فيها خمسه هوست ثاني نتورك فيها 8 هوست تمام وعندي 3 1 لينك طيب خمسه وثمانية وتلاته واللينك اوكي ف ادي عندي النيتورك الاولانيه عايز تمانيه لأن ده ابدا بالايه؟ ابدا بالاكبر والنيتورك الثانية عايز خمسه النتورك التالتة الوان لينك عايز اتنين والنتورك الرابعة عايز اتنين والنتورك الخامسه لانه هو قال لك تلاتة وان لينك بالاضافة للتو نتوركس سبعة عندي خمسة نتورك دي هتبقى برضو عايزة اتنين ف 197.0 اللي هي سيجمنت 1 ها اللي هي واحد هتبقى المفروض دوت سلاش كام التمانية دي انا عايز ايه تمانية هوست دي ايه انا عايز كده ايه تمانية هوست طيب لو انا عندي واحد اتنين اربعة تمانية فانا هحط واحد هنا فانا هحتاج اربعة بت يعني اربع اصفار في السبنت لان ده نمبر اوف هوست هطرح 32 ناقص 4 هتديني كام؟ هتديني 28 طيب خلي بالك ان ال 28 دي عباره عن سلاش 24 بلس 4 يعني 1 1 1 1 اربع وحايد متضافه في الاوكتت الرابع فده قصاده كام؟ 16 فده الانكرمنت تمام؟ فعن طريق الانكرمنت اجيب سيجمنت 2 اللي هي 197.0.0 كام؟ ها؟ اجمع على الاوكتت الرابع 16 هيبقى سلاش كام بقى الخمسة دي الخمسة دي عشان احولها محتاج من اول الاربعة تمام يعني انا محتاج 3 بت هطرح 32 ناقص 3 فهيبقى سلاش كام سلاش 29 طيب السيجمنت الثالثه اللي هي بقى دي اللي هي نتورك 3 خلي بالك اجمع الانكريمنت بتا... على هجمع الانكريمنت الخاصه بسيجمنت 2 فيدي على الاكتوت الرابع فيديني سيجمنت 3 دوت زيرو دوت زيرو دوت كام 16 المفروض سلاش 29 انكرمنت بتاعها كام؟ انا بقت خمس وحايد صح؟ لان 24 زائد 5 طب فالواحد ده قصاده كام؟ الواحد ده قصاده 8 فانا هجمع 16 زائد 8 ده تبقى ايه 24 ده بس ده يبقى كام؟ سلاش 30 طب النيتورك الرابعه الون لينك الثانيه سلاش 28 اهو 197.0.0.0.0 سلاش 28 لان الانكرمنت بتاع سلاش 30 بيبقى 28 و هنا 197.0.0.32 ها 32 سلاش 30 طيب ده كلام جميل جدا كده حلينا الاكزامبل 3 القصه سهله يا شباب ما فيهاش أي, اي اي مشكله. Uh, طيب نشوف uh, المساله الرابع, الرابعه بيقول لك كمباني هاز بوت 150.0.0.0/13 public ادريس بلوك فروم ذا service provider بيقول لك بقى اول نتورك فيها 525 هوست ثاني نتورك فيها 820 هوست رابع نتورك فيها 120 هوست وخامس نتورك فيها 1922 هوست ان اديشن تو 6 ويل لينكس خلي بالك ده انت بص عندك 4 نتورك و6 ويل يعني انت عندك 10 نتورك فانت هتكتب اي بي هات نتورك ل 10 سيجمنت طيب ادي 150.0.0.0/13 لا ده مش ال جبنا ده غلط نجيب الايه الوايت شيت و 150.0.0.0 سلاش 13 طيب آه انا عندي خلي بالك بقى ان انا عندي اول نتورك تاني نتورك ثالث نتورك رابع نتورك خامس نتورك سادس نتورك سابع نتورك ثامن نتورك تاسع نتورك عاشر نتورك طيب آه دي فيها 1922 دي اكبر نتورك عندي ده ده, ما ده ما انا قلت في الفايرلس ام ابدا باكبر نتورك تن... 1920 1922 طيب النتورك الثانيه كام؟ اللي بعدها على طول اللي هي 820 واللي بعدها 525 اللي بعدها 120 وقال لك 61 لينك يعني هنا 2 ادي 2 2 2 2 طيب لا لا مش زيرو هنا 2

32 اه 11 و... ات... اه, اه لا 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 هتساوي انا اسف دي هتساوي 21 دي مش 9 دي 11 هتساوي يبقى هنا هتبقى 21 طيب السيجمنت دي من اول 820 820 خلي بالك السيجمنت الثانيه لازم اكتب 150 دوت زيرو ال 21 ال -increment بتاعها كام هي عباره عن 16 بلس عباره عن 16 بلس كام؟ بلس 5 uh, تمام كده فانت ال 5 دي عباره عن 1 1 1 1 1 الواحد ده مقابله كام الواحد ده مقابله يا سيدي 8 المفروض مقابله 8 لان ده 16 ده 32 ده 64 128 خلي بالك ده في الاكتوت الايه الثالث لان انا اصغر لان انا بتكلم ب 21 يعني ما بين ال 16 و 21 ده انا كده في الاوكتت الثالث فانا هجمع في الاوكتت الثالث 8 دوت زيرو بس سلاش كام انا ما اعرفش سلاش كام احول ال 820 820 احولها هبدا من اول 512 اذا كان ال 1024 دي خدت 11 بت فالمفروض من لو هاخد من اول 512 اللي هي قبل ال 1024 على طول يعني هاخد 10 بت يعني هتبقى سلاش 22 طبعا سلاش 22 يعني انت بتتكلم في آه ال ادي 150.0 يعني انت بتتكلم في 4 انكرمنت في الاوكتيت الثالث لان 22 دي عباره عن 16 زائد 6 فال6 دي عباره عن 6 وحايد فالواحد الاخير مقابله كام في الاوكتيت الثالث سبت ماسك مقابله 4 فانا هنا هج... هجمع ال8 لا انا هجمع هنا ال8 بلس ال4 تديني كام هتديني 12 بوينت زيرو سلاش سلاش كام بقى لا انا 525 ما اعرفش سلاش كام طيب 525 هبدا من اول 512 صح فبرضه هيبقى سلاش 22 لان يعني انا هاخد 10 بت وهطرح ال 32 ناقص ال 10 بت هيديني 22، طيب ال 120 هبدا من اول كام؟ 128 صح ولا لا؟ لا هبدا من اول 64 لان 128 دي قاعدة سالب طيب 100 ادي 150.0. ها اجمع ال 12 دي على كام؟ 4 لان الانكرمنت بتاع السيجمنت الثالثه زي الثانيه بيساوي 4 في الاوكتت الثالث، تمام، 0 بس سلاش كام؟ ال 128 هبدا من اول 64 يعني انا عندي كام؟ سبع اصفار اطرح 32 ناقص 7 او اطرح ال 7 من ال 32 دي سلاش 25 تمام كده؟ طيب السيجمنت الثانيه الخمسه هتبقى 150.0.16 دوت, دوت, دوت كام؟ سلاش 25 دي الانكريمنت بتاعها 128 طبعا يعني المفروض لو انت حليت مسائل السبمتنج بتاعت المحاضره اللي فاتت تمام فانت هتلاقي الموضوع ده سريع معاك يعني أول ما يجي لك سلاش 26 فأنت عارف إن الإنكريمنت بتاعه 64، وستين. أول ما يجي لك سلاش مثلا 22 فأنت عارف إن الإنكريمنت بتاعه 4 في الأوكتت الثالث أول ما يجي لك أول ما يجي لك سلاش 21 فأنت عارف إن الإنكريمنت بتاعه 8 في الأوكتت التالت، بكتر التمرين وحل المسائل اللي إحنا حليناها في المحاضرة اللي فاتت وكذلك التشانلج تيست هتلاقي الموضوع سريع وبسيط معاك، طيب، فـ دي طبعًا دي 128 ولكن سلاش كام بقى سلاش 30 لان دايما ايه اي وان لينك بيبقى سلاش 30 واحنا حلينا على التو هوست اللي احنا حلينا على صنيتنج بيسد اون تو هوست وعرفنا نوصلها للسلاش 30 عرفنا نسبتها فده هيبقى 150.0.16.132 بجمع ايه 4 كذلك السيجمنت السبعه 32 بجمع

اهو example 3 تمام هو انا اسف اللي هو example 4 فنمسح بقى ايه كل القصه دي طيب معادنا بقى ايه مع آه, حبيبنا اللي challenging test نبدا حل اللي challenging آه, test نبدا بقى ايه نحل اول سؤال آه, بيقول لك a company has bought 12.000/22 public address blocked from the service provider segment this block so it can fit the company needs using VLSM techniques where uh, first network has 29 hosts and the second network has 70 hosts in addition to three WAN well links what the broadcast ip for the third segment بيقول لك بقى يا سيدي ترجمت كده ايه السؤال اللي هو uh, في شركه اشترت اي بي 12.0.0.0/22 public بيقول لك بقى ايه قسمها uh, VLSM. Tamam. يعني اعمل لها سيجمنتيشن طبعا للفاريبل لين سبنت ماسك وبحيث ان في نت اول نتورك عندي 29 ثاني نتورك 70 وعندي ثلاثه ثلاثه وان لينك فانا كده يعتبر توتال هيبقى عندي خمسه نتورك آه طيب انا هبدا في ال اس ام هحل هنا بالطريقه السريعه وهحل هنا بالايه بالطريقه الـ الـ المفصله الطريقه السريعه بيقول لك ان انا هبدا باول نتورك باكبر نتورك اللي هي 70 هوست 70 هوست دي, دي يعني آه هتكري هتصبنت معايا على سلاش آه 25 لان 70 لما اجي احولها هتبدا من اول ال 64 فانت هتاخد معاك 6 بت هتطرح 32 ناقص 6 هتديك كام؟ هتديك 25 أه هتبقى 12.0.0.0. سلاش 25 طيب السيجمنت الثانيه اللي هي بتاعت 29 هوست 29 هوست هتبقى 12.0.0. كام هتبقى point, أه, 128 بس سلاش كام هحول 29 دي لباينري هتلاقي ان هي هتاخد 5 بت فاطرح 32 ناقص 5 هتديني أه, 32 ناقص أه, 5 هتديني سلاش 27 فالنتورك الثانيه هتبقى 12.0. Uh, 0.128 سلاش كام سلاش 27 طيب الوان لينك uh, اول وان link اللي هو بقى يعتبر النتورك الثالثه وده اللي طالب البرودكاست بتاعتها هتبقى كام المفروض 112.0.0.160 لان السيجمنت الثانيه 12.0.0.128 سلاش كام سلاش 27 لو انت يا جماعه الانكرمنت بتاع سلاش 27 على 128 في الاوكتت الرابع هتديك كام 160 فدي بدايه الاوكتت السيجمنت الصغ... الثالثه طيب اللي هو طالب بروكاست بتاعتها طيب السيجمنت الثالثه هتبقى 12.0.0.160 سلاش كام طالما 1 لينك هيبقى سلاش 30 طيب ال 160 المفروض البروكاستر بتاعتها كام؟ ال 160 دي المفروض على اساس 30 تديني دي اربع اي بي هتديني 160 و 161 و 162 و 163 و 163 هي دي هتبقى ايه؟ البرودكاست طيب فده هيبقى الحل بتاعنا فدي يعتبر الايه؟ الاجابه الصح بس انا هحل بقى ايه بالطريقه التفصيليه انا عندي إيه 12 0.0.0.0/22 ده البلوك اللي اشتريته الشركه طيب آه اول اول آه نتورك عندي فيها 70 هوست طيب اهو 70 هوست فانا ال 70 هوست دي عشان احولها

أنا دلوقتي السبنت ماسك المفروض ميتين خمسة وخمسين كده إيه على الواسع السبنت ماسك ميتين خمسة وخمسين ميتين وخلي بالك السلاش اتنين ال ال دي عبارة عن إيه؟ ستاشر واحد ده ستاشر واحد بلس كام؟ بلس أربعة لأ بلس ستة آه ستاشر آه آه بلس ستة أدي واحد أهو تمام الواحد ده مقابله كام؟ المفروض ده الواحد ده مقابله اصل ده المفروض صفر ده واحد اتنين فده المفروض هيبقى مقابله أربعة اه تمام ده المفروض على سلاش وعشرين بس الفكره ان انا ااا أه ده يعني انا تقريبا هنا ايه غلطت في حاجه بقى طيب المهم ال ال دي هحتاج اصفر كم بت؟ هحتاج اصفر أه ستة بت لان انا عندي أد... لا 7 بت من اول 64 لحد الواحد فانا يبقى معايا اها اها ادي هو ست اصفار والصفر السابع ويتبقى واحد تمام وال 22 دي كي في الاوكت الثالث هنا كان عندي ست وح... آه, ست وح... آه, كان عندي كام واحد هنا ست واحد اضيف وحيدين كمان فكده هيعمل لي سلاش كام بقى؟ كده هيعمل لي سلاش 25 تمام؟ فانا عشان ما الخبطكش 70 حولها الى باينري وشوف هتاخد كام بت صفر عدد البتس والباقي كله ايه وحايد فانا انا هنا عملت لك خلي بالك ان هو اشترى البلوك الاي بيات على الصبت ماسك دي فانا ما عملت حولت السبع تصفار السبع بت في السبت ماسك الاسبار الباقي كله وحايد فانا ضفت ايه ثلاث وحايد جداد خلي بالك تمام طيب فاول بلوك عندي هيبقى سلاش 27 خلي بالك ان الانكرنت بتاع سلاش 27 هيبقى كام 128 على الاوكتت الرابع طيب تاني نتورك اللي هي فيها كام اللي هي فيها تقريبا 29 هوست 29 هوست هتبقى المفروض 12.0.0. كام. Point 128 طيب سلاش كام عشان اعرف السلاش سرع بقى العمليه هبدأ من أول ال 16، 32 مش هتنفع، من ال 29، طيب هبدأ من ال 16، كده خدت كام بت؟ 5 5 بت، طيب اطرح 32 ناقص 5 واكتبه هنا، تمام؟ يبقى 32 ناقص 5 كام؟ هتبقى المفروض 27، طيب السيجمنت الثالثة هي اللي المفروض فيها 2 هوست لأن ده 1 لينك، هتبقى 12.0.0 بوينت، الانكريمنت بتاع السيجمنت الثانية كام؟ المفروض هيبقى كام؟ آه، سلاش 27 المفروض الانكرمنت هيبقى 32 فانا هزود 128 زائد 32 هتديني المفترض 160 هتديني 160 آه المفروض اه تبقى 160 تمام آه، سلاش كام؟ سلاش 30 تمام لان اي ون لينك لازم سلاش 30 اوكي طيب آه، البرودكاست بتاع ده كام بقى؟ آه، البرودكاست بتاع ده كام؟ طيب المفترض المفترض ان سلاش 30 الرينج ده هيديني من اول كام؟ هيديني من اول ااا الافيلابل هيديني 161 وكام و162، لا ال160 تنفع اديها لايه لجهاز لان ده نتورك اي بي ولا ال163 تنفع لان دي برودكاست، خلي بالك السؤال طلب منك الايه؟ طالب منك البرودكاست، فالبرودكاست هو كام؟ 12.0.0.163 طب طريقه كمان عشان اجيب البرودكاست 12.0.0 بوينت ال163 دي ال100 ال160 عشان احولها الى باينري هاخد 128 اكيد معايا فانا هيبقى 160 ناقص كام ناقص 128 فده 10 هيبقى 2 وده 5 هيبقى 3 هبقى هتبقى هتبقى لي 32 ااا اه طيب فال 64 مش معايا ال 32 معايا والباقي كله ايه؟ اصفار تمام كده طيب هنا 255 في نت ماسك لان دي سلاش 30 خلي بالك هنا 255 والزيرو الثالثه اللي في الاي بي مقابله في الاوكت الثالث في الصب ماسك ايه 255 طيب ايه 30 بقى ده سلاش 24 كده طيب انا 30 يعني هرفع سبت واحد ادي 1 2 3 4 5 6 تمام وهيبقى لي صفرين طيب البرودكاست عشان اجيبه اعمل ايه الصفرين اللي في السبت ماسك قصاده كام قصاده كام بت في الـ في الـ في الهوست المفروض قصاده 2 بيتس، التو بيتس دول أكيد سبار لأن ده عنوان نتورك، طيب فأنت هتحوله لا هتحول البيتس بتاعت الهوست المقابلة للصفرين بتوع السبرف ماسك هتحوله لإيه؟ لواحدين، تمام؟ طيب. طيب حول بقى السكيما دي، حول السكيما دي، طيب فهيبقى المفروض ده 128 و 32 ده 160 160 و 2 هتبقى كام 162 و 1 هيبقى 163 فده يعتبر ايه البرودكاست بتاعي فدي الطريقه الايه المفصله طيب آه بيقول لك بقى ايه with the uh, the 10.0.0/27 what's the network ip for the segment 23 23 طيب هو عايز الاي بي بتاع سيجمنت رقم 23 23 السؤال ده انا كنت حاطه على الجروب وتعب ناس كتير فانا وعدت بحله بس هو انا كنت طالب 5200 هو هنا بقى ايه؟ قال لك عنوان نتورك 10.0.0.10.0.0. سلاش 27 وعايز اللي هي رقم 23 23 يعني 2323. طيب انا هقول لكم حاجه المفروض اول سيجمنت المفروض عندي كام؟ اللي هي 10.0.0.0 سلاش كام؟ سلاش 27 طيب، تاني سيجمنت المفروض ها؟ سلاش 27 المفروض تحفظ بقى سلاش 27 يعني أنت بتتكلم بإنكريمنت 32 في الأكتلة الرابع، تمام كده؟ فدي الإيه؟ السيجمنت الثانية، تمام؟ دي السيجمنت الأولى، دي السيجمنت الثانية، طب السيجمنت الثالثة؟ طيب آآ آآ معلش يا باشمهندس احمد هو انت المفروض هتكتب لحد 2323 اكيد لا اكيد لا انا بكتب لك التلاته دول عشان افهمك مثلا دي سيجمنت رقم كام؟ دي سيجمنت رقم 2 طيب انا عشان اجيب السيجمنت رقم 2 اما اني اعمل بطريقه الانكريمنت تمام او اما او اما تعالى لي بقى المفروض انت عندك 10 ال 10 دي تحويلتها كام؟ 128 مش معايا ال 24 مش معايا 32 مش معايا 16 مش معايا 8 معايا ال 4 مش معايا ال 2 معايا الصفر مش مع الواحد مش معايا طيب فدي تحويله ال 10 اللي هو الاكتت ده تمام طيب ال 0 ها 8 اصفار ال 0 الثاني اللي الاوكتيت الثالث برده 8 اصفار وهنا 8 اصفار اه تمام طيب لو انا لو انا دي السيجمنت الثانية صح؟ دي الايه؟ السيجمنت الثانية طيب المفترض السيجمنت الثانية اوكي؟ طيب هي المفترض المفترض هي عبارة عن اني جمعت اني حولت الواحد الواحد رقم واحد يعني السيجمنت مثلا الثانية اعملها ناقص واحد طلع الرقم طب السيجمنت التالتة اعملها ناقص واحد اتنين وحول تمام؟ السيجمنت الثانية المفروض عبارة انا حو... هطرح منها واحد فاديني واحد لان المفترض دي بيتقال عليها سيجمنت رقم زيرو ودي سيجمنت رقم واحد دي سيجمنت رقم ثلاثة يعني بصوا يعني انا مثلا تعالوا تعالوا نجرب عشان تفهموا انا قصدي ايه واحد عشان احول واحد يا سلام هي عباره ادي ادي واحد تمام والاثنين مش معايا وادي ولا ولا, ولا ولا الاربعه ولا الثمانيه ولا ال 16 الست... ولا 32 ولا 64 ولا 128 طيب حلو قوي كده انت سلاش 27 يعني انت تقدر تحدد لي من الاي بي فين البيتس بتاعت الحلو... بتاعت النتورك المفروض هتقول لي من هنا لان دول اول 27 ايه 27 اي بي اول 27 انا اسف اول 27 بت نتورك طيب لانهم مقابلين مقابل ليهم 27 آـ واحد آـ في الـ في الصابت ماسك طيب اجمع الواحد تمام الـ... كده اجمع الواحد على الاي بي ده هتجمعه ازاي؟ يعني انت هتكتب هنا واحد زيرو زيرو تمام زيرو 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 تمام انا حولته ل 8 بت وجمعته هو المفترض المفترض ما تكتبش كل ده انت يعني تجمع الواحد دي بس اجمع الواحد دي بس بس من اول ايه من اول هنا طب الاثنين الاثنين هتديك واحد زيرو يبقى انت اجمع واحد زيرو من اول هنا يعني تكتب زيرو واحد وهي... يعني تكتب ايه زيرو واحد وهكذا طب ده كلام جميل جدا اجمع بقى ده المفروض هيديك كام المفروض هيديك ده هينزل 10 والصفر ده هينزل زيرو تمام كده والأكت والأكت الثالث ده هينزل زيرو طب هنا بقى اه ثواني بقى المفروض الواحدة لما تجمع على الزيرو خلي بالك في الباينري ان 1 بلس 1 هيديني كام؟ هيديني زيرو اوكي تمام آه فانا دلوقتي لكن 1 بلس 0 هيديني كام؟ هيديني واحد طيب آه فده هيديني كام؟ 32 لان انا ده مجموع المفروض في الباينري 0 0 1 0 0 0 0 طب ده مقابل لكام؟ 32 سلاش 27 وده سر زياده الانكرمنت اللي انا بقول لك دور على الانكرمنت وحطه فوق الاكتت الرابع هوب هتلاقي السيجمنت الثانيه بتاعتك خلي بالك ثواني هو انا مش محوّلت الواحد للباينري وجمعته على الاي بي بس من اول البيتس الخاصه بالنتورك من اليمين للشمال من اليمين للشمال تمام كده اداني السيجمنت الثانيه اه ثواني بقى ثواني يبقى انا عشان اوصل للسيجمنت رقم 23 23 فانا هحول 23 22 الى باينري ثم هجمعه على الاي بي ده فهيديني السيجمنت رقم 23 23 طيب ده كلام جميل جدا طب هحول دلوقتي ايه ال 23 22 اهو <applause> فانا مش همسح بقى ايه البلوك كده وده المفروض بقى ايه تمام طيب انا المفروض عندي آه واحد آه اتنين آه اربعة تمانية آه ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين مية وعشرين ميتين ستة وخمسين خمسمية خمسمية واتناشر الف اربعة وعشرين الفين واربعين هبدأ من اول الفين واربعين فهتبقى هتبقى واحد لان ما ينفعش دي بعد ال 248 4096 فانا مش هنفع اطرحها من 23 22 انا هحاول دلوقتي ايه 23 22 يعني طلب منك عدد ما طلب منك اي بي السيجمنت رقم اكس تحول اكس ماينس 1 الى باينري تمام كده؟ طيب ده كلام جميل جدا فانا بحول دلوقتي ال 23 22 اللي هي 3322 طيب ال التلتل... انا اسف صف... لا 2000 انا بس عايز اتاكد من الرقم اه زي ما انا قلت 2000 تلتمية اتنين وعشرين ماينص الفين وأربعين طيب هنا هتبقى اتناشر فهتبقى هنا أربعة وهنا هتبقى واحد أساسًا والواحد ده هيبقى احداشر فهيبقى احداشر ناقص أربعة كام؟ ال ناقص أربعة سبعة آه، آه، ودي هتبقى 2 فدي هتبقى 2 يبقى 274 وهنا هتبقى 0 هتبقى لي 274 فال 1024 مش معايا 512 مش معايا 256 هتبقى معايا فهطرح ال 264 ناقص 256 فال 74 ناقص ال 56 المفروض تديني كام؟ المفروض تديني 18 لو انا طرحت 74 ناقص 56 كبلوك كده اللي هي الاثنين والاثنين هتبقى 0 تمام فالمفروض هيديني آه اذا كان الاربعة هيرفع ال 56 ل 60 هتبقى لي 14 فراجمع 4 زائد 14 هيديني كام؟ 18 او ممكن تعملها كده 14 اهو 14 6 8 السرعه دي هتبقى كام؟ هتبقى هتبقى 6 ف 6 ناقص 5 هتبقى 1 فانا عندي 18 ف فزي... 128 مش معايا ال 64 مش معايا 32 مش معايا ال 18 عباره عن ايه؟ 16 و2 صح ولا لا؟ طب ده كلام جميل جدا حلو قوي فدي تحويله ال 23 22 انا بس ايه نتاكد في الكالكوليتر آه فانا لو جيت عملت 23 3 23... لا 23 22 23 22 وهنا بالباينري فها هتديني اهو 1 0 0 1 ثلاث اصفار اوكي 1 0 0 1 0 تمام حلو قوي كده احنا كده حولناها صح حلو ارفع ده بقى لفوق ها ادي صفر ادي واحد ادي صفر ادي صفر ادي صفر ادي واحد اوكي طيب وبعديها تلات اصفار اوكي وبعدين واحد وبعدين صفر وبعدين ها أه. حط هنا دوت اهو تمام كده و صفر واحد طيب حلو قوي كده انا خدت تلاتة بت ده هجمعه على الثلاثه بيت المناظر ليه في الاوكتيت الايه الرابع تمام كده طيب ودول كده كان بت دول انا كده واخد لحد دول اها آه لا ثواني بقى ثواني ده, ده الصفر واحد صفر واحد ماشي وبعدين صفر اه اه المفترض اصحح حته صغيره هنا لان المفترض دي انا هاخد دول واحطهم في الاكتت التالت فهتبقى زيرو واحد زيرو تمام بعدين زي ماشي زيرو واحد زيرو وبعدين زيرو زيرو واحد زيرو زيرو واحد وبعدين زيرو زيرو تمام وهيتبقى لي هنا واحد هيتحط هنا فبقى لي هنا واحد تمام طيب المجموع ده كام؟ ادي ادي ده عندي 10 طيب واحد اما يتجمع هنا هيبقى كام؟ هيتجمع هنا على الواحد فيبقى 10 بوينت كام؟ بوينت 1 طيب آه هنا بقى آه مجموع ال... ال... ده على ده الثمانيه بتس اللي فوق على اللي تحت 0 0 0 تمام؟ طيب 1 و 0 1 0 0 0 يبقى انا المفترض ده هينزل زيرو مش وبعدين التلاتة دول اها اها آه هيبقوا تلات اصفار وبعدين هبقى لي واحد زيرو, زيرو. تمام تحويل ده كام ده مقابل لكام ده مقابل لل 32 وده مقابل لل 2 فده هيبقى 34 طيب 34 آه هنا زيرو وهنا زيرو وهنا كام هنا 32 فيبقى دي السيجمنت رقم 2323 اتمنى يكون الايه الحل واضح كل اللي انا عملته ان انا حولت طرحت 23 23 ناقص 1 فادتني 23 22 فحولت 23 22 دي الباينري ودي التحويله بتاعتها ثم جمعت بقى من اول ايه خلي بالك خدت اول ثلاثه دول مقابلين للسبنت يعني خلي بالك انت بتكر الباينري دي الباينري بتكرها فوق الاي بي من اول من اول السد بتاع السبنيتنج يعني يسمي ده كان ده السد بتاع السبنيتنج يعني انت السبنيتنج السبنت ماسك موقف لك 27 واحد صح فانت دي 27 بت يعني 27 دول ايه دول خاصين بالايه بالنتورك فانت اجمع بقى دول اجمع من اول هنا ادي هو 010 واحد زيرو وهكذا بقى فدي الايه القصه خلي بالك مثلا هو كان طالب انا كنت طالب في الـ الـ المساله آه خمسة آلاف واتنين ف 5002 آه آه هنشوف بقى هتطلع كام هو كان في آه آه باشمهندس جاوب السؤال ده اجابه صحيحه آه هو كان 5000 خمس 5002 خمس فانا 5002 يعني ايه بقى خلي بالك ال 5002 دول هجمعهم هنا بقى ال 10 فال 128 مش معايا ال 64 64 مش معايا 32 مش معايا 16 مش معايا 8 معايا 4 مش معايا 2 معايا 1 مش معايا وهنا 8 اصفار اها وهنا 8 اصفار اها لا وهنا صفر كمان وهنا 8 اصفار تمام ال 5002 مش انا هحول ال 5002 فهبدا منين بقى؟ هحول ال 5002 دول بس انا هحولهم ايه على الكالكوليتر؟ فهحول ال 5000 2 اه خلي بالك 5002 دي لازم تطرح منها واحد صح ولا لا؟ فانا هحول 5001 لان طالما عايز السيجمنت رقم اكس فانا هطرح هحول اكس ماينس 1 الى باينري فاكس ماينس 1 اللي هي 5002 ناقص 1 تبقى 5001 فهحول 5001 الى باينري هوب هيطلع لي هنا بقى ايه خلي بالك السد بتاع الص... الصبت ماسك واقف فين واقف هنا صح من 27 واحد طيب فهنا خلي بالك بقى اه لو انا خدت كوبي مش عارفه ممكن الكابير هنا لا لا مش الكابير هنا طيب اه ممكن اعمل اه... تايبنج لا بس ماشي اوكي مش مشكله طيب اه خلي بالك بقى هنا واحد زيرو زيرو هحطهم هنا ادي اه خليهم بقى ايه بلون مختلف خليه مثلا لون ازرق تمام واحد زيرو زيرو طيب وبعدين واحد زيرو زيرو كي. نكتب ايه واحد زيرو زيرو وبعدين زيرو واحد واحد وبعدين زيرو واحد واحد وبعدين واحد زيرو هنا واحد زيرو يبقى كده واحد صفرين واحد آه، تلات ماشي واحد صفرين واحد تلات صفار تلات واحد زيرو اوكي وبعدين هنا زيرو واحد طيب اجمع بقى كل دول فده هنا هيديك اه انا بس انا انا يعني ايه اه فهنجمع بقى دول فانا لو جمعته هيبقى هنا اتنين وهنا ماشي هنا بقى ايه اربعة و 32 96 ستة وتسعين ستة وتسعين نجمع بقى الكلام ده كله نعمله هنا آه يعني بالباينر بقى نكتب ايه واحد لا لا يبقى تلات وحايد زيرو 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 واحد فده بالدسمل هيبقى ميه مية uh, عشر وهنا هتبقى uh, ده مقابل لي ال, ال, ال وهنا هتبقى عشرة فده السيجمنت رقم اي uh, سيجمنت رقم خمسة و وتقريبا uh, هو تقريبا uh, مش محمد عادل كان كاتبه اربعة فدي يعتبر اجابة غلط دي الاجابة الايه الصح فدي يعتبر الاجابة الصح فانا يعني بنعتذر عن الموضوع ده يعني المفروض دي الاجابه الصح لان انا قلت ان يعني انا قلت للبشمهندس احمد محمد ان هو ينزل ان الاجابه اللي هي هو كان كاتب 64 لكن 64 60 دي غلط لا آآ لان هو يعتبر كده هو حول آآ يعني يعتبر اشتغل على تحويله 5000 و3 يعني انا جيت حولت 5000 و3000 انا اسف 5002 فهو يعتبر اشتغل على تحويله ال 5002، لا 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 المفروض اطرح ال 5002 ناقص واحد ده يديني 5001، طيب تمام، طيب. فده الحل ال ال بتاع ال المسألة اللي نزلتها على الجروب وكذلك حليناها في ال حليناها في التشالنجنج تيست على مسألة ثانية اللي هي 23 23، طيب نخش في المسألة اللي بعدها، أكامباني هاز بوت في بقى إيه بلا 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 كده بقى إيه بيقول لك اشترت 192 168.

وعنده ثلاث ثلاثه وان لينك طيب نحلها بالطريقه السريعه الطريقه السريعه بتقول لك هبدا من من اكبر واحد اللي هو ال 18 ال 18 ده هيعمل لي سيجمنتيشن هبدا من اول ال 16 في التحويل الباينري فانا هاخد معايا خمسه خمسه بت هوست يعني هطرح من 32 ناقص 5 هتديني سلاش 27 فيبقى 192 دوت سلاش 27 خلي بالك ان هو طالب بروكاست بتاع ثالث سيجمنت طيب فطيب ثاني سيجمنت 12 خلي بالك انت الثالث سيجمنت هتبقى 192 168, 0, 0, 0, 32. على سلاش كام معرفش ال 32 عشان اعرف هي سلاش كام حول ال 12 ال 12 عشان تتحول هتبدا من اول ال 8 فانت هتاخد 3 3 بت يبقى لا المفروض تاخد 4 بت فانت هتطرح 32 ناقص 8 ناقص 4 هديك 192 سلاش 28 طب النتورك الثالثه

Okay. ولكن ولكن هو عايز البرودكاست بتاعتها ف 148 المفروض 149 معايا افيلابل 150 معايا افيلابل 151 ده البرودكاست آه لا انا اسف اللي هي 51 لا المفروض 48 فالمفروض 51 مش 148 تمام طيب فده يعتبر ايه الحل بتاعي. آه طيب Uh, النهارده اتكلمنا عن uh, وظائف ال VLSM uh, في ال Our Daily Challenges في التحديات اليومية بتاعتنا اللي في التاسكات بتاعتنا اتعلمنا uh, ان ال العادي بيضيع لنا اي بي هات ال VLSM بيخلي ال ماتش much uh, flexible. Uh, لان انا بقى بسبمت بناء على عدد النتورك الخاصة بكل نتورك آه عدد الهوست الخاصه بكل نتورك خدنا استراتيجيس لحل الفي ال اس ام خدنا بعض الـ الامثله على الفي ال اس ام اربع امثله وحلينا ثلاث آه مسائل في التشنجينج آه ثلاث مسائل في التشنجينج تيست انا اعتبر خلصت اتمنى تكون المحاضره عجبتكم آه اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره القادمه للسامرايزيشن uh, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته